سألت عنه في المسجد وفي الحارة وحتى في دوامه، واخذت آراء كل أفراد الوزارة ويقولون إنه كويس. حتى عندي بقالتهم، عندي بقالتهم يقول إنه يسدد الديون بالدفتر على الناس اللي يعرفهم واللي ما يعرفهم. يعني الرجال باختصار كاش وطيب وحنون. كل هذا ما يهمني. ها أجل شلي يهمت؟ لعن أبو بليسك، هذا اللي يسمونه كامل الأوصاف. لو إني بنت أخذته الكلام يبقى كلام، أنا أهم شيء يكون عنده الرخصة. مهبولة أنت، أنا بعيني شايفة يسوق، أكيد مع رخصة. ما أقصد رخصة سواقة. أجل وش رخصته؟ الرخصة هذه تأخذ من معهد القفص الذهبي، إذا اجتزتها يعني أنت مؤهل للزواج. يعني لازم هالرخصة؟ والله هي اختيارية، بس بالنسبة لي إلزامية، جبها أول بعدين نتفاهم. اقعد الرخصة. أسمع، أعطيك رقم ولد عمي صالح، عنده أخت ما شاء الله ممتازة، ما تتشرط، تعرف تسوي جريش، قرصان، مرقوق، مطازيز، حنيني، شفت الحلا ذا؟ إيه؟ هي كلها مسويتها ما شاء الله يا رجال، لا تعب نفسك. تدري هذه خامس مرة؟ خامس مرة؟ خامس مرة، كلهم يبون القفص الذهبي، القفص الذهبي كلهم يبون رخصة. كفو، وكذا تعلق بالسنارة، ولو راح وجاب الرخصة ورجع معناته ميت عليك، بيكون شريك حياتك. بس يا اختي لو سحب علي عادي، واذا سحب عليك اعطيه وضعيه لو كان خيرا لبقى، كذا يكتبون في تويتر صح؟ اي صح، بس والله يا اختي ما يتفوت. هاي بنت ايش فيك ثقلي؟ فعشان كذا احنا سوينا معهد القفص الذهبي اللي بيقدمهم تاديب، وراح نعرف مين منهم المؤهل للزواج ومين اللي بيرتبط فيك كأنثى رقيقة كذا وحساسة، ومين اللي جاي يلعب أو اللي أهله غصبينه للزواج وبس. اسمعوني انت وياها، اللي بتوافق على عريس من غير ما تاخذ رخصة من معهد القفص الذهبي لا تجي بعدين تتبكبك وتصيح ودراما وضربني وعنفني، احنا ما لنا علاقة. كفاية نصب ومكر، الرخصة قبل المهر. كفاية نصب ومكر، الرخصة قبل المهر. كفاية نصب ومكر، الرخصة قبل المهر. ها سمعتوا بإذنكم، الموضوع طلع جد. بسيطة يا ابويا، اخطب واحدة ما تطلب الرخصة. يا حبيبي هذا وجهي ذا حد قبل فيك، كلهم متفقات ويعلمون بعض علينا. حتى لو لقيت واحدة ما تشرط عليك الرخصة تلقاها شين وحد يبيها، ويلا يلا حد يتزوجها. أساسا احنا مطفرين ومو وجه زواج، خلي الرخصة للي مستعد للزواج. يا السبك، الرخصة تخليك مرغوب عند الفتيات حتى لو انك طفران، هي تصرف عليك إذا معك رخصة. وش فيك؟ تزوجها وعطها جوها تصرف عليك. عامر ممكن أسألك سؤال؟ لحين ايش الفرق بين الفتيات والبنات؟ يا السلام عليك يا كفتة، أتحداك السؤال الوجيه، صفقوا له يا عيال. ما في فرق، نفس الشيء السبق. يا عيال تدلون المعهد. معلش تعبين الاستمارة هنا؟ تعبين الاسم. أحبك. أحبك أكثر. عيوني. يخلي لي عيونك. أشتقتني؟ إيه. خبر. مفروض تقول شوق ما لحد. أخ دائما تروح عن بالي. شو أسوي لك طيب؟ إيه سلامات، استرجل أنت وياه. إيش تبي أنت؟ تغازل الشاي بتقول شبي؟ يا ابن الحلال شو غازلني؟ قاعد أرجع المنهج، ما أشوف الملخص معي. أوه يعني أنت طالب بالمعهد؟ إيه يا ابن الحلال. غريبة، هم يقولون الرخصة للي توه ما تزوج. أنا توني ما تزوجت وتوني أكون نفسي، ليتني لاحق قبل الرخصة وقبل الغفا. أوف الشغلة فيهم ذاكرة. ليه جايب لك كتاب ذا ولا ابي مثله؟ يا ابن الحلال وشور الخسائر، في جوالي 60,000 محادثة واحلى من الكلام ذا. يا جماعة اسف على التأخير، كنت ادور على مشلح ابويا. ما يحتاج تقول، واضح انه بيشتبوك، كانس الارض كنس. ما هو؟ لا اقول ما شاء الله عليك سكبه وطالع حلو، تعال صف بس. تفضل قول لي ايش مشكلتك؟ يا بنت الحلال الحين انا ناجح في اختبار النظافة الرومانسية، صح ولا لا؟ اوكي. وراسب في الكاريزما، اعيد من اول ليش؟ هذه قوانين المعهد، مو بعجبتك؟ طيب اوكي انا بعيد الاختبار،
بس ادفع 500 ليش؟ لانك رسبت طبعا. لا حول ولا قوه الا بالله. افا يا رولا، الحين جيرانكم وتخلونا نمسك سرة، المفروض تعطونا الاسئله. ما عندنا واسطات هنا. عامر، اوف محمد، هلا والله. هلا والله، شو اخبارك؟ والله الحمد لله. ايش عندك هنا؟ جاي اقدم على رخصه. اها، طلعتوا تعرفون بعض، سبحان الله، الطيور على اشكالها تقع. هي والله انها صادقه، الطيور على اشكالها تقع. الزبده هذا محمد جاي يخطب اختي وكرشناه، اقصد هي كرشته، قالت له لازم تجي تاخذ رخصه. اسمعوني انت وياه، اهم شيء في الزواج الاهتمام بالنظافه والتفاصيل الدقيقه. اهتمام بايش؟ نظافه. طبعا البنات اكثر شيء يهمهم اهتمام بالريحه. اهتمام بايش؟ بالريحه. هذه الغرفه اختبار للنظافه الشخصيه، تفضلوا بالدور وفالكم التوفيق. هذه الغرفه لتقييم النظافه. الاول طبعا لو طلعت اللمبه خضراء يعني وضعك تمام وبتسلك، لكن لو طلعت اللمبه حمراء يعني مروح وبتداول. بعدين اذا تبي تمشي اختبار النظافه خذ لك دش. شكوش انت تروح قبلي. هيا هيا. ايش فيك انت متوتر؟ ماني متوتر، انا خايف من صوت البوكس. أنا ظبطت أموري. اخلص علينا. يس! عشو 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 وكمان عشو عشو عشو. هيا خليك. ايش تحتري طال عمرك؟ يلا. تفضل. شكراً يا قلبي على الوردة. يعني وردة تعطيني وردة؟ أقول اهجد، مو أنا اللي بختبرك، لا تشد حيلك. أجل وش؟ أمسك، تجي مناهل بتعطيها الوردة، عاد أنت وأسلوبك، إذا خليتها تستحي تجتاز الاختبار. يلا
وريني شطارتك. هذه الوردة أعطيها الوردة مثلك، هذا أقل تعبير بس لحبنا. حبيت، برافو دوتس هالوردة. إيش يعني دوتس؟ اختلاف لهجات، بنغير التست. وإيش هو التست ذا؟ لحظة لحظة، أوكي حبيبي أنا حامل. وإيش حاملة ولا؟ مو بأول سنة تبقنا مهنة إلى الآن؟ وحبوب هالحملات تلطين هذي وش زينن؟ هي شبيك؟ غبي أنت؟ لا بس اتحمست شوية خيتي. يحتاج أقول لك النتيجة ولا عرفت؟ لا شكل عرفتها صفر صح؟ تبون هالوردة ذي ولا أخذها؟ برا. اللي بعده عموري أبي هدية. عيون عموري وروح عموري وليه الهدية وأنا هديتك حياتي؟ لا والله جد في عطر نازل بالسوق وخاطري فيه. وليه هالعطر وانت أنفاسك تخون؟ حبيت والله. ويجي منك يا بطاقية. يعني نجحت؟ ايه للأسف نجحت. هي أمسك الوردة. هي أمسك الباب. السلام عليكم. هات الوردة. قال هي قال. اللي بعده. لحظة لحظة، مو أنت عدت الاختبار كم مرة؟ للحين ما أخذت الرخصة؟ يا شيخة أنا لو عيد 100 مرة أهم شيء أشوفك. يا شيخ أنت اللي 100. ناجح ناجح ناجح. حالياً ما بقى في التصفيات إلا أنت ومحمد وعامر، وهذه آخر وأصعب مرحلة. بتدخل مناهل، بتسوينها زوجتك، وبتختبر شخصيتك. جاهز؟ إيه جاهز. إيش فيك خايف؟ ماني بخايف، دخليها يلا. حبيبي ممكن جوالك شوي؟ ها؟ ليه معطيني اياه كذا؟ افتح افتح الرمز. ليش افتحه؟ اساسا ليه في رمز؟ خصوصية. بعدين تعالي، قد قلت لك افتح رمز جوالك. الحين موضوعنا جوالي ولا جوالك؟ من متى اصلا الزوجه تفتش جوال زوجها؟ انا ما قلت بفتشه، انا قلت عطني جوالك ابي استخدمه. جوالي خرب. وش تبين فيه؟ لا تخاف ماني فاتحه سوارم. اها سوارم، على اساس انك قافطه الوضع. يعني ما ادري عن سنابك الثاني البرايفت. ها وش قصدك؟ عارفة قصدي. ستوب مرتبك مهزوز راسب بجدارة. حبيبي أمانة تغيير الحفاضة لأنه أنا مرة مشغولة ولازم أطلع الحين. لحظة ما اتفقنا على كذا. امسك بسرعة، حرام بسرعة بصيح. شو تسوي فيه؟ كل أغراضه بهذه الشنطة، حفاضات بودرة كل شيء، ما حتحتاج شيء. امسكي. لا أبوكم لا أبو رخصتكم. برضو راسب. إحنا لسه ما بدينا الاختبار، حاب تقول شيء؟ لا بس تكفين الخلافات القديمة حقت الاستراحة الهوشات وهذه، لا تدخلينها بنتيجة المعهد. أكيد طبعا، الشغل شيء والعلاقة الشخصية شيء ثاني. كافو والله يا مدير، جيبت لي شاهي. أفا عليك، لازم ندلعك. آسفة جاك شيء؟ لا عادي ما في شيء.
انت متاكد انت كويس؟ هي بنت حلال دائما اصلا انكب علي بالبيت لبن وشاهي، ما قلت شيء انا. برافو عامر، هذا كان اختبارك وانت نجحت فيه، الف مبروك عليك الرخصه. انا؟ اي اجل انا. غريبه، مع اني دائما ما انجح الا من الدور الثاني. لا داعي لا داعي لا داعي. حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر. ايوه حيوا عامر حيوا عامر حيوا عامر. ايوه حيوا عامر. يلا حيوا عامر. ايوه حيوا عامر. هلا ايوه ايوه ايوه. وش تنفخ شمعه. مبروك مبروك يا حبيبي، الف مبروك. الله يبارك فيك يا الغاليه. الله يوفقك يا وليدي ونلقى لك بنت الحلال اللي تستاهلك وتستاهلها. وش اللي نلقى لها بنت الحلال؟ بنات الحلال هم اللي يدورونها الحين. يا حظ هي اللي تني اكبر زي واخذ الرخصه واعرس. شوف يا عامر، ام علي وام خالد وام حسين وام محمد وخواتهم وجيرانهم كلهم يقولون نبي نزوج بنتنا لعامر. أجل أعطيني ملفاتهم، أنا بدرس أوضاعهم وأشوف إيش اللي يناسبني، وقولي لهم بنرد لهم بعد أسبوع إن شاء الله أو بعد شهر، أوكي؟ والله يكتب لهم اللي فيه خير. طب عامر بسألك، ما شفت محمد معك في المعهد؟ معليش أختي، من معي؟ عامر بلا استهبال، ما شفته؟ إلا شفته، محمد كل ما دخل اختبار سقط ورجع من جديد. يعني الحين رخصة المعهد الذهبي محمد ما خذاها وخذتها انت؟ امحق رخصه والله. سلام يا عيال. هلا. ها وراكم تكلموني كذا؟ مستانس انت رخصك؟ اكيد مستانس، شوف العروض اللي جاتني مالت ضغطات، بيضه سمره طويله قصيره جامعيه سيده اعمال عاطله موظفه كيرلي ستريت. الله لا يحير مسلم. حتى من كيرلي خطبوك فقي يعني كيرلي شاعر زي كذا فلافل. الحين بسالك يا عامر، حنا يا العيال مشروطين من البنات رخصة وغثة وقروشة، البنات من يشرط عليهم رخصة؟ اي والله صح، هذه شلون راحت علي؟ تكفى يا عامر، لا تتزوج واحدة منهم الا شرط عليها رخصة. يا عامر اشرط عليهم مثل ما شرطوا علينا. وانت اطلع من الموضوع، احنا بنسوي الاختبارات ونسوي كل شيء، ومالك الا عروس مفصل عليك تفصيل. تم اجل هو ملفات. سم تقولين انك موظفة؟ ايوه. طيب لو رجعتي هاك اليوم من دوامك متأخرة ولا مدات تزينين غدا وعامر جوعان، وش بتزينين؟ عادي أسوي أي شيء حتى لو مكرونة على السريع، أهم شيء عموري ما يجلس جوعان. مسوية صايدة جونا خطأ، المفروض إنك تجيبين له حبة على الفحم وانت جاية من الدوام. هو ما تزوج عشان يأكل من برا. عامر جوع وحار مو فاضي مكرونات. أجل أسوي له نواشة. لو رجع ذاك اليوم عامر والهلال مهزوم وهو زعلان ايش تسوي؟ البس له تايجر واولع له البيت كله شموع واقول له انسى الكوره وغثاها وخليك معايا. غلط يا ثقيلة الدم. ليش؟ أنا بغير له جو. عامر ما يحب الرومانسيات والجو هذا، بالعكس المفروض تستفزيه وتقولي له هارد لك يا بطاقية. جوس جو شايب انتقادي مصفين له حقوقه. الشباب التالين ما يحبون إلا البنات اللي تستفزهم وتقاشرهم، مو بكل شيء سم. أبشر. لو عامر نايم الساعة 3 الليل ولدكم مرتفع حرارة الساكت إلى 40، وش بتسوين يا ترتر؟ ترتر اسمع، إلا عموري مستحيل بصحي، بخليه ينام ويرتاح. ولدنا بعطي خافض حرارة وكمادات باردة، ولما يصحى عموري بصلح له الفطور الزين وبقهوي، وبعدين نودي ولدنا المستشفى. هبلة. ليش تصحينا من النوم غصب عليه؟ هي أمي هذه صحة ما فيها لعب، والله لو عرف إنه الولد تعبان وما قلتي له يولع في شعرك يا ترتر. لو عامر دق عليك قالك جهزي شنطتي بمر اخذها بعد ساعه، عندي رحله وبسافر مع اخوياي الى اوروبا، وش بتسوين؟ بسيطه،
بجهز شنطته وبجهز أغراضه كل اللي يحتاجه، وأقول له رح وسع صدرك مع أخوياك رح نشتاق لك كثير. بس بقول له خلي مصروفي وجدد جوازي وأنا بسافر مع صاحباتي زي ما أنت سافرت مع أخوياك وانبسطت. والآن نعلن عن الفائزة برخصة الفتى الذهبي والتي ستتمكن من الزواج من خريج معهد القفص الذهبي. الفائزة هي سوزان. أتحداك الاسم البطل. مبروك عموري. الله لا يبارك فيك. الحين هذه اللي فازت بالرخصة؟ إيه. متأكدين؟ إيه. عقبال ما تجيبولنا ورا الذهبي. عيال هذه شينة. الجمال جمال الروح من أخوك مو بالشكل. يلا شد حيلك. هذه أفضل وحدة جاوبت على الأسئلة. مصمم على شخصيتك ومزاجك تصميم. أكيد مبرشمة مستحيل تجاوب صح ذي. لا والله مكشة يا عيال. متأكدين هذه؟ إيه. تبيها يا كفتة؟ لا. ها حتى كفتة ما يبيها. ما في عادة؟ لا.